السلام عليكم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. هذا فيديو استثنائي بخصوص انه ابناء هند وابناء ابن تيمية مسوين حملة على مرقد الامام علي عليه السلام. في بحث جوجل هذا الموضوع اللي نشرته الار تي روسيا اليوم بالعربي، انه حملة لتبديل الاسم او تبديل اسمه على اسم الامام او اسم المرقد، وكتابة مرقد الكفر او معبد الكفر والضلالة برفقة مرقد الامام علي عليه السلام. لذلك كل اللي راح نسويه شيء بسيط جدا 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 شرحته على الموبايل، هو تبديل الاسم من تطبيق الخرائط، تبديل الاسم من تطبيق الخرائط بالفيديو اللي راح نشوفه. لكن انوه انه من المتصفح الاقتراح ما راح يتفعل وياك، فقط وفقط من التطبيق، من التطبيق حصرا. الاسم المتفق عليه كتابة خليفة الله الأول علي بن أبي طالب، ليكون رد على أبناء هند وأبناء ابن تيمية. يعني توجه إلى التطبيق العملي، وأذكر فقط من التطبيق وليس من المتصفح. حياكم الله. طبعا الموضوع جدا بسيط، تدخل على تطبيق الخرائط، التطبيق، وذكر انه التطبيق وليس المتصفح، لان المتصفح ما اعتقد تصير، لان جربته اكثر من مرة. تدخل على تكتب فقط مرقد الامام علي عليه السلام، مرقد الامام علي، راح يطلع لك الاسم اللي هم مسوينه. راح تنزل لي جوا فقط اقتراح وتعديل، اقتراح تعديل، فقط تكتب الاسم الجديد. الاتفاق صار انه يحذف هذا الاسم ويكتب خليفة الله الاول علي بن ابي طالب، تعطي التالي وارسال من جوا واصلح الاسم. فقط هو هذا اللي مطلوب من عندك حتى نقدر نغير هذا الاسم. اعتقد هذه الحركة هي من وهابية السعودية، لان هؤلاء متيمين بابن تيمية. هذه الحركة نقدر نبدل الاسم، لكن الحملة كل ما كانت اكثر واوسع راح تكون افضل. اذكر انه من المتصفح ما صارت وياي طريقة تعديل الاسم، لكن من التطبيق الموضوع جدا سلس وبسيط.